أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جودك، فإن جودك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا، والنهار
سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمنت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك.
وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في يوم الخامس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جودك، فإن جودك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمنت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته، واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا،
اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في يوم الخامس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك صل على محمد وآله واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جودك فإن جودك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمنت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك
وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في يوم الخامس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جودك، فإن جودك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري،
وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمنت وأحييت وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته، واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك،
وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في يوم الخامس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.